الاخر جاب الغفير عنده جاب مجموعه من الجيران واستعان بتفريغ لكاميرات الفيلات المجاوره في حي النرجس عشان يدعم وجهه نظره وروايته في القصه دي. وانا يعني زي ما برضو بنعيد بنفس النقطه اللي هي الاساسيه ان تحريات المباحث هي اللي هتفصل طبعا النيابه هي هتقول بقى مين الطرف الاساسي وبدايه الواقعه كانت فين ورصدت الكاميرات ازاي وبتفريخها تمام والطب الشرعي هو اللي هيحدد القصه دي كلها. وهنرجع لك لو في تطور جديد اكيد انتوا بتتابعوا الموضوع لحظه بلحظه زي ما فريق الاعداد عندنا بيتابع الموضوع لحظه بلحظه. انا بدي على كل هذه الايضاحات محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24 في مقال الحقيقه في أعقاب ما نشر عن هذه الواقعة على مواقع السوشيال ميديا كتبه الكاتب الصحفي أحمد رفعت على موقع فيتو. المقال عنوانه يعني تعال نقول إن هو بيدق ناقوس خطر معين أو صادم بعض الشيء لو كانت إحدى الروايتين بتغلب على الرواية الأخرى وهي رواية يعني أصحاب الفيلا المعتدى عليهم اللي هم المفروض يعني أسرة لواء بالمعاش سابقا وهي العنوان بيقول كرامة المصريين اللي جرحت في الحي الراقي. الأستاذ أحمد رفعت اللي كتب هذا الموضوع الكاتب الصحفي معايا دلوقتي على الهواء مباشرة. حضرتك شايف الموضوع طبعا برحب بيك أولا مساء الخير أستاذ أحمد شكرا لانضمامك لهذا الموضوع ويعني لماذا خليني أكون صريح جدا في سؤالي يعني لماذا كتبت هذا المقال قبل أن ننتظر التحقيقات؟ بحيي حضرتك وشكرا على سؤالك لكن طبعا أهلا وسهلا قبل الواقعة أو بعدها يعني يمكن النهاردة أو بعد الواقعة امبارح كمان ظواهر البلطجة مستمرة سواء كتبت أو ما كتبتش ظاهرة موجودة كل الناس تشتكي منها وللأسف بتحصل من متنفذين عندهم القدرة على يعني استخدام القوة واستخدام العضلات واستخدام المال واستخدام النفوذ وده بيطرح السؤال إذا كان ده بيحصل مع شخصيات كبيرة كانت في يوم من الأيام بغض النظر عن قصة ست اللواء لكن إذا كان ده بيحصل حتى مع نافذين سابقين أو منافذين أو متنافذين حاليين فإيه اللي ممكن يحصل مع الغلابة في مصر؟ إيه اللي ممكن يحصل مع البسطاء في مصر؟ إيه اللي ممكن يحصل مع اللي ما لهمش ظهر ولا سند ولا ليهم على نفوذ ولا ليهم أموال ولا ليهم قدرة على جلب الحراس الشخصيين اللي بيسموهم البودي جارد؟ السؤال طبعا طويل وعريض ومحتاج إجابة من السلطة في مصر، يعني أنا الأوان أن تعود دولة القانون، أنا الأوان إنه كل شخص يلزم حدوده في التعامل مع المشاكل. أنا الأوان أن كل حد يلزم حدوده في التعامل مع الآخرين سواء كان لخلافات خاصة أو خلافات عامة أو خلافات يعني متشابكة خصوصا أنه ظاهرة تمتد من استخدام العضلات والبلطجة إلى الدخول إلى أراضي الغير والاستيلاء عليها وطلب أموال وطلب أموال من الآخرين وامتدت كمان إلى خطف أطفال وطلب فدية وامتدت كمان إلى الاستيلاء على شقق مغلقة في بعض المدن الجديده. يعني استاذ احمد لو اذنت لي ان انا اقاطع حضرتك بس في حاجه صغيره حضرتك رافض كراجل صحفي ومتابع للشان المصري الداخلي رافض انه يبقى في ثقافه انت عارف انت بتكلم مين او طب استنى هوري لك اصبر عليا انا هخليك ما تعرفش تحلم حتى او هاجيلك في كوابيسك الكلام طبعا اللي هو بيبقى منتشر حتى في الاعمال الدرامية وفي السينما اللي فيه نوع من ترويع الامنين عوضا عن الامتثال لقانون المفروض ان هو يجبنا جميعا كناس عايشة في هذا المجتمع. انت رافض الثقافة دي ثقافة البلطجة ثقافة تأجير ناس لتأديب الخصوم يعني ايا كان التحقيقات هتورينا ايه اللي حصل بالظبط يعني طبعا رفض لثقافة يعني التعدي على القانون وعلى يعني السلطات الموجودة الممنوحة في البلد لأجهزة بعينها لإقرار القانون. عند حضرتك الدولة مثلا عندنا لأول مرة وزير في السجن عندنا مسؤولين كبار في السجن ثلاثة مستشارين وزراء عندنا شفنا سيدة أعمال يعني لها نفوذ كبير في السجن بسبب يعني مشكلة في مطار القاهرة فالدولة في يعني نية صادقة لإقرار دولة القانون وقلب صفحة يعني 30 سنة اللي فاتت لكن لما ده لاقيه موجود وتيجي في الدراما يقول لك ما أصل أنا بنقل الواقع
يبقى لسه في ناس كتير محتاجه اجراءات ثانيه. يعني عايزين يشوفوا بعينيهم انه فعلا دوله القانون موجوده في مصر في كل مكان ضد الجميع في مواجهه اي حد مهما كان نفوذه مهما كان سلطانه. وده ممكن يحصل حلو. وده ممكن يحصل في حاله لو الدوله بعتت رساله الى كل افراد هذا المجتمع بانه مفيش خيار وفقوس وانت مش على راسك ريشه وهتخضع لتطبيق القوانين، يعني بغض النظر عن نفوذك او اموالك او وضعيتك في هذا المجتمع. مظبوط. وهي قضيه امبارح جايه على الطبطاب، كان صعب بنستنى يا استاذ معتز. ممكن تكون روايه سياده اللواء صحيحه، وبالتالي لو انتظرنا كان ممكن يحصل صلح وممكن يحصل وهنبدا بقى من اول وجديد يعني القضيه تنتهي. لازم نضغط زي ما حضرتك عامل كده في برنامج حضرتك طرح القضيه، في زملاء تانيين كتبوا في برامج تانيه شغاله على نفس الموضوع، لازم يحصل ضغط علشان الظاهره دي تختفي تماما. لفت نظري، مش هاخد من وقتك كتير، بس لفت نظري جمله استوقفتني في مقالك وبتستشهد ببعض التصريحات للواء السابق اللي بيقول هو واسرته، او حتى هذه اللحظه عشان نبقى بنستخدم بس التعابير المناسبه مهنيا، ان هم بيدعوا حتى هذه اللحظه على اسره رجل الاعمال ان هم بعتوا لهم بودي جاردات واعتدوا عليهم في مسكنهم. بيقول ان هو عرف يحمي مصر، وطبعا اكيد بيشير لأكيد اشتراكه في حروب مع القوات المسلحه في وقت معين، وان هو ما عرفش يحمي اسرته. فليه عملت الربط ما بين الحاجتين دول؟ دي كانت تصريحاته لاحدى يعني وسائل الاعلام، لكن على افتراض ان الروايه صحيحه. روايه سياده اللواء يعني، لكن هو طبعا قال التصريح يعني انا قدرت احمي مصر كلها لكن ما قدرتش احمي بيتي. طبعا اذا الروايه صحيحه فاحنا قدام كارثه. يعني اذا كان بطل مصري عظيم سابق وعنده علاقاته وعنده اتصالاته وعنده تلاميذه لسه موجودين في اماكن عملهم، وعنده ابن وابناء في مواقع متميزه، وعنده نسايب في اماكن متميزه، وبيحصل معاه كده، هو نفس السؤال، امال الغلابه في مصر هيحصل فيهم ايه؟ البسطاء هيحصل معاهم ايه؟ غير المتنفذين والشرفاء بقى ممكن يحصل معاهم ايه؟ وعلى فرض ان روايته غير صحيحه، اذا كان برضه ناس في هذه المواقع ممكن يعني تصنع روايات او تنتج روايات من الخيال، فاحنا برضو قدام مشكله ثانيه. القصه كلها يعني زي ما حضرتك كده قلت في تقديم المقال في الاول، ان المقال كله مدخل لاثاره وفتح ملف البلطجه في مصر. تمام. على اوسع نطاق، ويبقى مدخل يعني هي جايه على الطبطاب، القضيه جايه على الطبطاب للسلطات في مصر لفتح ملف هذه الظاهره، زي ما فتحت ملفات قد تبدو اصعب. يعني احنا قربنا نخلص على فيروس سي مثلا، يعني عندنا مشاكل كتير، ده حطينا بس العشوائيات مثلا حطينا ايدينا فيها وابتدينا ماشيين صح. البلطجه ملف ان الاوان ان يفتح على اكبر نطاق. وانا بحييك والله يا استاذ احمد رفعت على يعني هذا الفكر، وبضم صوتي لصوتك. ما ينفعش يبقى في بلطجه في المجتمع المصري، ما ينفعش يبقى في ترويع للامنين، ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض خارج اطار القانون، والا هتبقى فوضى ويبقى مجتمع غابه، واحنا مش عايزين كده لبلدنا الحقيقه. بشكرك جدا على هذه المداخله. ده كان الكاتب الصحفي احمد رفعت، صاحب مقال بعنوان كرامه المصريين التي جرحت في الحي الراقي على موقع فيتو. تعالوا